تفاصيل كثيرة ودقيقة مكنت الجزيرة من رسم صورة أكبر وأوضح للحرب الأمريكية على العراق ربما لم يرها أحد من قبل. فالملفات السرية تؤكد أن القوات الأمريكية كانت تحتفظ بتوثيق للقتلى والجرحى العراقيين رغم إنكارها علنيا لكل ذلك. لقد وجدنا توثيقا لمئتين وخمس وثمانين ألف ضحية، بينهم 109 ألف قتيل على الأقل، أرقام تعني بوضوح أن نسبة القتلى 4 أضعاف تلك التي سجلتها الحرب في أفغانستان، وأن بقية الخسائر تصل إلى 6 أضعاف في سياق نفس. المدعي العام السويدي إسقاط مذكرة اعتقال بحق جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس. There's a reason why a lot of Arab press haven't reported as extensively as the Guardian or the New York Times, for example, because they didn't get exclusive. They were copying from what these media outlets have published. So obviously they can't give them supplements like the Guardian did on 14 pages. They were just taking some extract of the most important thing they thought they will interest their readers and they published them.